مرحبا بجميع مشاهدي فرانس 24 في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسبوع في المغرب العربي، وتتابعون فيها حياة زهد وتقشف يعيشها البدو الرحل في المغرب. وفي الجزائر إعادة افتتاح الكنيسة الكاثوليكية بعد إنهاء أعمال الترميم فيها. وفي جولتنا المغاربية أيضا مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل، ابتسامة عريضة على وجوه الأطفال التونسيين. وأخيرا ننهي جولتنا مع خير جليس في الزمان، معرض الكتاب في العاصمة الليبية طرابلس. وجهتنا المغربية الأولى ستكون في المغرب، فبعيدا عن ضوضاء المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء، يفضل بعض المغاربة حياة البدو الرحل عن الحياة العصرية. يزهدون في عيشهم ويسافرون على متن سفنهم الصحراوية الجمال. التقرير التالي يأخذنا في رحلة صحراوية نتعرف فيها أكثر على حياة البدو. تنهي هاتان السيدتان نصب خيمتيهما قبل أن تنشغل بباقي أمور الأسرة. خيمتان نصبتا بموازاة عشرات الخيام لبدو رحل يجوبون الصحراء حبا في رمالها وشمسها، وبحثا عن مكان لاستقرار قد يطول وقد يقصر، والأمر مرتبط بوجود الماء والكلاء. السيد محمد بوعسرية شيخ قبيلة شناغلة حضر برفقة عائلته وأفراد قبيلته في رحلة قادته لهذا المكان. رحالة انه بنسكنوا هون ولا بنسكنوا في بلد اخر، ونمشوا ونجوا فرد الصحراء، هذه هي حياتنا. خيمة شيخ هذه القبيلة كباقي خيام البدو الرحل بسيطة ولا تحتوي إلا على الضروريات، أما الكماليات فإنها أمور لا تشكل الكثير بالنسبة إلى هؤلاء السكان. خيمة متواضعة تنسجها النساء تفرش بأغطية ووسائد، وبالقرب منها نصبت خيمة أخرى مخصصة للنساء والأطفال، ومطبخ يحتوي على بعض الأواني وحفرة توقد فيها النار لطبخ الأكل. جمالهم لازالت سفينة لكنها ليست لنقل الأمتعة، بل لركوبها والاستئناس بها في رحلاتهم الطويلة، عدا عن توفيرها للحليب وللحوم الولائم. الخيمة ضري هي اللي قاعدين فيها، كتكون فيها الأسرة كاملة، العائلة كاملة، العلايات في جهة والرجالة في جهة، يطيبوا ويديروا واحد ساتر ما بين الركايز، الرجالة يأكلوا في زر والعلايات يأكلوا في زر. بساطة عيش البدو الرحل تطرح السؤال، ونحن في عصر التكنولوجيا الحديثة، عن سر تمسك البدو بهذا النمط من الحياة. هذه هي حياتنا الأولى، خلاه لنا والدينا وجدودنا وقبائل، قبائل الصحراء هي هذه، رحالة بخيامها بيبلها بكسبها الفلاحة تحرث السلام. التكنولوجيا الحديثة لم تقتحم عالم البدو الرحل في الصحراء إلا بشكل طفيف، ينقلون أمتعتهم على سيارات الدفع الرباعي، ويستعملون أحيانا موقد الغاز لطهي الأكل ومصباحا للإضاءة، وبعضهم يعانق هاتفه النقال كي يتواصل مع أهله ومعارفه. الترحال عنوان حياة اختارها البدو، والاستقرار بالنسبة إليهم هو دائما لحظة استرخاء في انتظار انطلاق رحلة جديدة في الصحراء الواسعة. ومن المغرب